خليت منكن يقطع عمرك وعمره وعمره ما لكن علاقة بالرقص. بس معلش لأنكم كنتوا كرمة وضيفتونا عرضكم وشرفكم وكنتوا كتير حلوين بلا كرامي وكل هالشي بسبب هلع وهيني رح أنفذ كلمتي وأعفي عنكم. مع إني هلا طيب شو هافي نفسي هيك على صدر كنافي. بس أبو نبال حكى كلمة وأبو نبال ما تعود تنكسر كلمته حتى لو من حاله، لذلك ما رح مدمد إيدي عليكم اليوم. وابنك هذا الملحوش برا رح جيب لك إياه. بس قبل ما أمشي في شغلة حابب أقول لك إياها. بنتك بتعرف قصة كثير حلوة، ديري بالك عليها. ها هي الشتيرة الكبيرة ما بتعرف ترقص، لازم تشتغلي عليها كثير مشان تعرفوا تسترزوا. يا شباب بدلوا لبسكم مش حطوا لي هالكلب على السيارة. يلا الله يخليك بسرعة لا تقعدين قتل ما رح اقتلك مشان ما يحسبوك علينا زلمي. بعدين انا ما بحب اقتل الوسخين، بحب اعلم عليهم تعليم بس. بقى قتل اشوف شلون بتحب نعلم عليك. في 100 طريقه بس انا حابب انت تقرر. بدي اتسلى بعد ما نزعت لي مرايا النهار كله. مش حطولي يا لهون يمولوا البرد عم من فوق راسه فزولا. احكي والله العظيم هدى دودي اذا ما بدل عليك لح يسكروني المحل لح يدمروني تامي وانا انا مو حمل هيك بهدله مشان هيك بنت مالك حمل. خلصنا مالك حمل بهدلة؟ لك العمى بعيونك العمى. ليش هاد اللي عم يصير فيك اليوم شو؟ مو بهدلة وزل؟ والله اللي عم يصير زل بحياتي ما رح انساه. مو سيدك تسامحني بعمري وبعاد عيدك. بعمرك؟ ليش بعد الليلة رح يضل فيك عمر لحتى تعيدها أو ما تعيدها؟ خلص. القصة خلصت. يعني فات الميعاد. داخل عليك أبو نبال. داخل على عرضك سامحني داخل عليك عمرك حيوان ولا يقطع عمرك شو بلا كرامة وبلا شرف. بدي اترك تعدي هيك بدون ما اعلم عليك فشرت. بدي اعلم عليك بقى يا انت بتختار شلون بدي اعلم عليك يا بترك هالكتش اللي حواليك تختار هي شلون بدها تعلم عليك. ومو نصيحة ها مو هيك معلم معلم ما رح يقول اعطينا امر خلينا نتصرف. ايه طالما فضلت انك تسكت وتخلي الشباب هنن يتصرفوا معناها بنعمل استفتاء ديمقراطي بين الشباب كل واحد بيقول رايه. انت شو رايك؟ نقطع له داناته معلم. اها وانت ماهر افندي لسانه معلم عندي يطب البيت معود على لسانات. شو هالحكي؟ ايه معلم وجنابه سمعنا معلم نربط لك اياه بحبله نجرجر لك يا بالسيارة من أول الشارع لآخر. انت هات سمعنا نقطع ايد معلم مثل ما بتؤمر معلم. وانت يا حلو ما سمعتنا صوتها من كهربه معلم كل 5 دقائق مرة كل 5 دقائق مرة وهيك بعد 5 ساعات بصير يدرغل بالهندي كهربه يقطع عمره على أساس الكهرباء مقتلة بعضها. سيان أفندي سمعنا
نعمل مثل ما عمل النبي معلم. شو عمل النبي؟ سامح معلم. سامي يرجع على بيته. أهلين يا معلم. والله لا أتي عليك. فقد بكير، صار لي زمان ما فقد بكير. رحت اتفقدت الحارة وجبت فول. بس ما قلت لي خطر عليه؟ خطر على الجحش اللي ما عنده عيون يشوف. اللي عنده عيون مفتحة ما في عليه خطر. بعدين لا تفكر أنا بس هربان من الشرطة والأمن، هنن كمان هربانين مني وبدون الصرفة. إذا قالك الضرب على القوي اللي بيصمد للأخير وما بيبين خوفه. معك حق والله يا مالي. وبالآخر بس تصير مثلي تملك سلاح بيخوف بلد. شفتهم بالسيارة. مو عن هدول عم بحكي. لكن عن شو مالي؟ اسمك بيصير سلاح. بيصيروا لما بيسمعوا باسمك يهربوا منه سفر سنة، لأنه نابك غارز بالأرض 100 شبر. عندك معالي؟ لا والله يا معلم. خبز من شو بيشكي؟ تعال خليني فطرك. عليم الله من بعد ما حكيت لي اصلك امبارح ما جاني نوم بالليل زعلي عليك. شرف علي. رفيت الاكل. الله يسلم ايديك يا معلم. شلون راح عم بالي دق لها؟ امبارح دقت لي شي 50 مرة بعد ما تركتها بالمطعم لحالها بسبب هالابن الكلب. الو. اهلين رندا، شلونك؟ هلا هذا هو المحضر. وشاء رقم واحد هي، بس هذا الاسم اللي عم تقول عنه والله ما بنعرفه. ايوه. اهلا بشباب. حضرتك فواز الراعي؟ لا والله غلطان. انت مين؟ اخوه ابو مين؟ لا لي اخوه لا ابن عمه ولا ابوه. اصلا اول مره بحياتي بسمع بحدا اسمه فواز الراعي. شو هاد؟ لكن شو عم تساوي هون؟ شو عم تساوي هون؟ واحد قاعد ببيته بيندق الباب عليه بيقولوا له شو عم تساوي؟ عم تساوي بابا غنوش. شو عم تنكت حضرتك؟ والله حضرتك اللي عم تنكت. عمي انت مين؟ نحن بدنا فواز الراعي صاحب البيت. ولك عمي انت غلطان، انا صاحب البيت، هذا بيتي. شو اسمك انت؟ حسن ماضي ابو حسام. طيب شوفوا. عمي انت مالك اسم، هذا البيت مخصص لفواز الراعي، انت شلون قاعد بالبيت؟ استغفر الله العظيم واتوب اليك يا رب. لك يا عمي هذا بيتي والمحافظه خصصتني فيه. طيب وين وصل القسط الاول اللي دفعته؟ لسه ما دفعته. صرنا سهرين ونحن عم نجمع بهالمصاري، مو لنطلعهم بالاول. ايوه حبيبي انت مالك اسم بالتخصيص، هذا البيت باسم فواز الراعي. لك من وقت فواز الراعي؟ عمي انت بتفهم عربي ولا لا؟ البيت لواحد غيرك ووجودك هو غلط، زين راجع المحافظه لاني بدنا نسلم البيت لصاحبه. نعم
عمي جيب لنا هويتك لو سمحت. لك اخي هويتي منشان شو؟ مشان اكتب ملاحظه انك تبلغت. طيب تبلغت على شو؟ لا حول الله عمي، شو عم نعلق صرنا ساعه؟ هون بيت مالك، بجوز بيتك بمكان ثاني. لك يا عمي الله يستر على حقيمك لا تغلبني، هذا بيتي. لا مو بيتك، واسمح لنا بالهويه اذا بتريد، وبسرعه لحق حالك لانه رح اكتب ملاحظه انك تبلغت باخلاء العقار للخطا بالتخصيص. لك يا عمي شو عم تحكي انت؟ هذا البيت بيتي، وصلنا 20 يوم نحن عم نرتب الاغراض، تنقلوني لمحل ثاني هلا، ولك انا ما بقدر، عندي ديس ظهري بيوجعني. عمي هذا الحكي روح قوله بالمحافظة، أنا مالي علاقة، أنا رسول وما على الرسول إلا البلاغ. أنت رسول أنت، شيل عمي شيل شيل. أه رسول أنت رسول شوم. لا تغلط يا عم، أنا مالي علاقة. تعال تعال يا شوف لي هويتك يا بكتب مثلا عم تكبرني. خلص خلص طول بالك طول. تعال اسمع يا سما. شوف هذا البيت مو بيتنا. يا شلون مو بيتنا يا أخي؟ هذا بيتنا. أختي في غلط بالتخصيص. لك يا خالتي الله وكيلك هذا بيتنا. يا أختي في غلط بالتخصيص، وبوس إيدك خلي جيب هويتك لأني بدي أكمل شغلي. لك يا خالتي شو بدي أحلف لك إنه هذا بيتنا؟ الله وكيلك بيتنا. يا عيني كمان أنت عمي؟ رح اكتب تمنعة واخلاص لسه بيناقشوا يا جماعة مشان الله حدا يحكي له كلمة. حسام شو بدك بالحكي؟ اخي راجع المحافظة اذا في غلط شغلتك بسيطة بتحلها. هاي كتبت وهاي بلغنا توصلوا فلو شرفوا. تمام سيدي. حاضر سيدي. احترام سيدي. امرك امرك سيدي. هات لشوف. تفضل. هذا هو سيدي. متأكدين؟ اي نعم سيدي هذا هو. خذهم معك وكتبهم تقارير. حاضر سيدي. احترامي سيدي. احترامي سيدي. هاي عرفنا واحد من اللي كانوا معه. حسن خليهم يحضروا لي السيارة.